السلام عليكم أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. كتاب المفيد في اللغة العربية مستوى الثالث ابتدائي، صفحة 196، الوحدة السادسة، الأسبوع الأول، مجال الرحلات والأسفار، الإملاء، درس القمرية الشمسية، أسماء الإشارة، علامات الترقيم. إذا هذا مكون من 3 ديال هذه الصفحة، مكونة من 3 ديال التمارين أو 3 ديال الأنشطة. النشاط الأول حول الألف واللام الشمسية والقمرية، الثاني حول أسماء الإشارة، الثالث عن علامات الترقيم. أنجزوا على دفتر، إذا هذا غادي تنجز على الدفتر، دفتر التمارين. اكتبوا ال أو ال، إذا عندنا النزهة، إذا النزهة غادي نكتبو هادي، المنازل، لاحظتو راه كنطقو الألف واللام، الضوء، إذا نكتبو هادي، السبورة، إذا نكتبو هادي، المقعد، البلبل. إذا أنا لاحظتو معايا ملي كتكون الشدة كنطقوش اللام، كنقولو النزهة ماشي النزهة، كتجي تقيلة النزهة، لأن هذه الشمسية وهنا القمرية. إذا نمرو سؤال رقم 2، أكملوا بال القمرية أو الشمسية، المنتزه الذي يحب، المتنزه الذي يحب الطبيعة، يحافظ على النباتات، راه ما كنطقوش ديك اللام، والزهور نفسها، والمياه، اذا نكتبو هذه من التلوث، هذه هو التدمير. إذا إلا لاحظتو راه أغلب اللي كتبنا كانت الشمسية ماشي قمرية. إذا أكمل كل جملة باسم إشارة مناسب، هذا، هذان، هذه، هؤلاء. إذا هذه شجرة، هذه شجرة، البستان المزهر، هذا البستان، ها الأطفال فرحون، هؤلاء، هذان، نزول سؤال رقم 4، أضع في كل مربع علامة الترقيم مناسبة، نقطة، علامة تعجب، علامة استفهام، نقطتين، توزع التلاميذ في المنتزه فرقتين، واحدة تنظف الموقع وأخرى تعد الفطور. إذا نقطتين هنايا، تفسير، فاصلة، نقطة. لما أنهجا عملهما المتقنة سنة، جلس التلاميذ يفطرون، نقطة. قال علي، علامة التعجب، ما ألذ الطعام في الطبيعة، فصيلة. وقالت سهاد، فصيلة، هل أعجبكم، هل أعجبتكم فطائري، علامة استفهام. إذا كنا مع تمارين الصفحة 196 من كتاب مفيد في اللغة العربية مستوى الثالث ابتدائي المرتبطة بالوحدة السادسة الأسبوع الأول، حول درس القمرية والشمسية وأسماء الإشارة وعلامات الترقيم. إذا كانت الأجوبة على الشكل التالي، إذا درنا ال أو الشمسية أو القمرية،
هنايا نفس التمرين الشمسية أو القمرية، يعني نتوما يحاولوا ديرهم لون مغاير، مديرهمش كلهم بالأزرق، ديرهم مثلا بالأسود وبشي لون آخر. هنايا اسمع إشارة، وهنايا علامة الترقيم. هاتهم الأجوبة. احنا في نهاية الحلقة، تمنيتنا الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو مع درس جديد إن شاء الله. متمنياتي لكم بالنجاح أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء.